دوحة المعرفة والوجدان شعارنا المنطوق، نحاول جاهدين وبصدق وبأمانة أن يتحول هذا الشعار إلى حراك حقيقي. قضية المعرفة والوجدان، الوجدان طبعا بس على أساس نحدد مفهومنا، على الأقل إحنا يعني هو الضمير، هو الأخلاق، هو الأحاسيس، هو المشاعر. فالمعرفة بدون وجدان أصيل لا معنى له. يعني إحنا يمكن صدمنا بناس لا نشك في معرفتهم، يعني مقدار المعرفة والكتب اللي قروها والعلم اللي انهلوه سنوات ومن عمة أظفارهم ما نشكك في ذلك، لكن لا شك أن أدائهم شككنا في وجدانهم صراحة. ما بين طاولة أخرى وقهقهة، كف تدس البكا في قلب مغتربي، في صدره رمت الأوجاع نغمتها حتى تلوت على الآهات في الطرب. لماذا لم يتخلق عندنا فضاء للكرامة الإنسانية في مجتمعاتنا العربية بعد 1400 سنة من الرسالة المحمدية؟ ختمت رسالات السماء بك وابتدى بالدعوة الإيمان ينشر في الملا، من طاع فاز ومن عصاك فقد أبى. أنا ما عندي شك أن العقول العربية والوجدان العربي مليء بالخامات اللي ممكن صراحة تقدم شيء مو بس لنا كعرب ولا كمسلمين، لكن للإنسانية بشكل عام. لكن كل اللي تحتاجه تحتاج دوحة ملائمة تخلق الظروف الموضوعية للطيور تأتيها من كل مكان وتبدع فيها، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن النوع، بغض النظر عن النغم اللي تصدره. نحاول جاهدين إن شاء الله أن احنا نخلق هذه البيئة، لأن أنا متأكد أن العالم بحاجة لنا، بحاجة لكم يعني كثقافة عربية وكثقافة إسلامية. أنا ودي نختم بصورة من تاريخنا الإسلامي لعلها تلخص كل اللي احنا نقوله. ربعي بن عامر الصحابي الجليل، ذلك المشهد العظيم، يدخل على كسرى، يعني كسرى يقول له يعني ما الذي أتى بكم؟ جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هنا تكمن الحرية، لما يتخلص الإنسان من عبادة الإنسان، مش معنى السجود للإنسان، المعنى أن يعلم أن الرازق الله والمعطي الله والحافظ الله، هنا تكمن كرامة الإنسان.